يعني هذه الجريمة من ناحية أخرى تعكس العقلية الصهيونية الإرهابية التي تؤمن بالإرهاب وتؤمن بالقتل. والاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني هنا في الداخل، بل بدأ ينقل جرائمه بشكل مكثف إلى خارج الساحة الفلسطينية، وهذا يعطي انطباع للنوايا والعقلية الإسرائيلية الإرهابية. I think that the organization that finally reached him showed an very high skills both in intelligence and in operational capability, because Hezbollah is a compartmentalised organization, and Imad Mughniyeh hided himself, and barely we in the world knew his face. In the fight against terror today by the free and democratic world, I think that the free and democratic world today achieved a very, very important goal. هم هذا حيرتدوا يسدوا بدل القائد تبعنا، حيسدوا جوا اسرائيل يخبطوا صواريخ وحيقتلوا عندهم يهود، حيقتلوا عندهم يهود، وان شاء الله حنجيب الراس الكبير تبع اسرائيل باذن الله. فإننا نهيب بالأمة العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتهم لصد أي عدوان محتمل على قطاع غزة.